السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي. المضمون ديال هذا الفيديو هذا اليوم، بغيت نسولكم كاملين على واحد المشكل أنا عندي لقيته في النبتة ديال الشهيبة ديالي. ها هي غرستها هذه مدة عامين. العام اللي داز ما كانش عندي فيها هذا المشكل ديال هاد لي بيستيول، لقيت واحد لي زانسيكت. هذا العام حرمني منها، ما شربتهاش كاع في هذه المشتة هذه. وبغيت نسول اي واحد، اي اخت واي اخ عنده هذا المشكل هنا في هاد الشهيبه هكذا، سواء هنا في اوروبا او لا في المغرب او لا في اي دوله. ما عرفتش ما غادي ندير له. ها هو غادي نقربكم عنده باش تشوفوا مزيان. ما سخيتش يعني باش نقطعها او لا. ها هو باش تشوفوه مزيان هنا، وتقريبا كيجيها غير في القلب ديالها وكيتركز مزيان. ها هي كيجي غير في القلب ديال الورقه ديال الشهيبه وكيتركز مزيان. ها هو كاين هنا، كاين بارتو كاع فيها. المهم هذا العام هذا لقيت هذا المشكل هذا فيها كامله منا بارتو فوالا. ها هو شتو، ها هو كيجي غير هنايا هكا. فوالا نتمنى يكون يبان لكم مزيان. ها هو كحل هنايا، اللون ديالو راه كحل، راه باين. وهو غير صغيور، ها هو غير صغيور، والسوبل يعني غير تخرب فيه كيتربز. ماشي دي زانسيكت اللي قاسحين ولا لا، غير كتخرب فيه. ها هو غادي نحيدها لكم هكا باش تشوفوها. ها هي هلا كيجي غير القلب ديال الشهيبه هكذا ويتركز هنايا مزيان، يعني راه فيها بارت. وها هو هو حتى فوق يديا، وما قدرتش نقطعها، ما سخيتش بها بكل صراحه، يعني عزيزه عليا، ولكن حرمني منها هاد العام هادي، ما شربتهاش كاع. وها وحدها البابونج، ولكن ما فيهش هاد المشكل هذا، يعني ما فيهش هاد المشكل. ها وحدها ازير لي غوماغان لو تان سيتروني، كلشي كاينه. عاود هذيك الشهيب مالويزا، عاود ما فيهاش، يعني كيتركز غير هنا في الشهيبه. هذا خاص غير بها، هذا البيستيول هذا جاها غير هي سبيسيالمون، خاص غير بها، ما مشى حتى لشي نبات اخر. و ها هو عاود مختوره فيها بارتو، يعني ها هو راه يبان لكم يمكن هنا مزيان. ها هو حتى في يديا، ها هو يعني راه غير صغيور، داير غير بحال الناموس، داير غير شكل ديال الناموس، سوبل وغير صغيور، ولكن راه فيها بارتو. يعني ما عطانيش قلبي نشربها، وخا نغسلها بزاف المرات، ولكن ما شربتهاش هاد المشتا هادي بسبب ديال هاد البعوش هذا. وبغيت نسول اي اخ واي اخت يعني عنده هاد المشكل، سواء هنا في اوروبا او لا في المغرب او لا في اي دوله، لقى المشكل ديال هاد الناموس هذا، يعني داير بحال شكل الناموس بحال، ولكن ما لقيتلوش الحل. ها هو شتو هنايا كيجي غير القلب ديالها ويتركز، يعني ها غادي نحيد عاود هاد القلب هذا باش تشوفوه مزيان. ها انتم هاد القليب تاع الشهيبه، ها انتم يعني شيرشيت في الانترنت، ولكن لقيت غير لي برودوي داك الخاص اللي قتل هاد لي زانسيكت، وما بغيتش نديرو لها، يعني ما بغيتش نديرو لها حيت كنشربوها، وانتم تعرفوا داك البرودوي راه سام بزاف. واخا يعني نغسلوها ونعاودو نغسلوها باش نديروها في البراد، ولكن داك البرودوي راه سام، ما بغيتش نديرو لها. ولا اله الا الله، دار لي شوك هاد العام هذا، ما عرفت ما غادي ندير لها. كيجي واحد البعوش حتى للبطاطا،
كيشبه هذاك الكوكسينال وهو اكبر منه، غليظ عليه، كيجي الوراق ديال البطاطا. راه اللي عنده البطاطا كيعرف هاد لي زانسيكت اللي راني نهضر عليه مزيان. كيجي الوراق ديال البطاطا سبيسيالمون، ما كيمشي حتى لشي حاجه. فاش كنديروا البطاطا عاود كيجي لها، ولكن كنديروا له هاد البرودوي لان الوراق ديال البطاطا ما كنشربوهمش، يعني ما ناكلوهمش. كنديروا لها هاد البرودوي هذا اللي كيقتل داك البعوج، ولكن الشهيبه ما قدرتش نديروا لها لان كنشربوها. ما قدرتش نديروا لها، ما عطانيش قلبي نقطعها. هانتوما تشوفوا هي راها مخيره عزيزه عليا، ولكن هاد البستيول ها هو ها هو ها هو. هاني غير حيدت هذاك الفريه. ها انتم شوفوا خوتي وخواتاتي، ما قدرتش. ها انتم شتو، راه غير صغير، داير غير بحال شكل الناموس. ها انتم، ولكن بزاف، يعني جا بزاف فيها، جاها بزاف هاد العام. ما عرفت ما غادي ندير لها. الله يجازيكم بخير. اللي عنده شي فكره ولا شي حل ولا نفس المشكل وقع له في يعني في الربيع ديالو، في الشهيبه ديالو، يفيدني به. الله يجازيكم بخير، شكرا لكم، ونتمنى ان شاء الله كل شيء تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال، وبصحه فطوركم. الله يجازيكم بخير، شكرا.